دلوقتي ده انا هنزل لك اصل هم طول الوقت بيقولوا عليا ضد الرجاله. لا وانا مش ضد الرجاله في الفيديو ده، انا ضد الانسان بصفه عامه يعني في المطلق. كل انسان اصلا ادم وحواء كلهم كل الانواع. تعالوا نشوف كده نصايح الست بتاعت كوني له رؤى. شوفوا اي شعيب بتعمل ايه فينا، شوفوا كده وارجعوا. مساء الخير، ونتكلم عن 7 مشاعر الراجل محتاجهم من الست عشان يبقى سعيد معاها ومرتاح في علاقته بيها ويقدر يدي اكتر. 1، محتاج يحس انه متشاف. الرجاله واخدين سمعه طين بتعظم الايجو بتاعهم، فالستات بيخافوا يمدحوا رجالتهم للايجو ده يتنفخ ويفرقع في وشهم، والنتيجه بتكون ان الست بتبطل تقول كلام حلو او بتقوله بحرص شديد، والراجل بيحتاج يسمع كلام حلو وتشجيع عادي زيه زينا، وبيحتاج كمان تعليقات ايجابيه على شكله ولبسه، طريقه تفكيره وكلامه، بيحتاج نقد هادي ولطيف بطريقه فيمينين فيها دلع وانوثه عشان يتقبل ويخش عقله ويقدر يهضمه وياخد بيه، بيحتاج يحس بقيمته عندك بالطرق التقليديه العاديه التشيزي دي كلها. ولو انت عارفه ان طريقتك وكلامك في المطلق دبش، فمحتاجه تشتغلي مع نفسك على النقطه دي في شخصيتك، ودي حاجه ممكن تتظبط وتتهندل عادي. 2، يحس انك محترماه، ودي كلمة ممكن تتفهم بمليون طريقة والرجال عايزينهم كلهم، بس خلينا نسكب الاحترام بمفهومه التقليدي اللي هو المفروض امر مفروغ منه ما بين اي 2 مرتبطين سواء بينهم وبين بعض او قدام الناس، ونروح للاحترام على ليفل اعمق شوية. احترامك لشخصه، لمشواره، لاجتهاده، لتعبه، لاختياراته، قبولك ليه جزء من احترامك ليه، هو ده الاحترام اللي اقصده هنا. 3، يحس انه مرغوب عن طريق التلامس والفيزيكال تاتش. في رجاله بتقدر تعبر ورجاله لا، والاثنين محتاجين كادلنج اغلب الوقت، واغلب الستات شاطرين في ده بالفطره، ولو انت مش منهم اتعلمي تعملي ده لانه هيفرق معاكي انت شخصيا. ده يعتبر نوع مهم جدا من انواع التواصل في العلاقات عموما. 4، يحس انه مقبول وعنده مساحه امنه. كلنا بنصلح حاجات ما بوظناهاش لان كلنا بايظين بشكل او باخر، ولازم نستثمر في علاقاتنا مش نحولها لساحه حرب. والست المفروض تبقى فاهمه ان طبيعه الراجل بتخليه محتاج مساحه يتحرك فيها بحقيقته بشكل منفصل عنها عشان ما يحسش بالاختراب عن نفسه وعن نوعه، ده اولا، وعشان يشتاق لك ده ثانيا. بس الاهم من المساحه اللي هتسيبيها له عشان يخرج ويسافر ويقعد على القهوه ويشوف صحابه هي المساحه اللي هيتعرف فيها قدامك من غير احكام. الراجل بياخد وقت اطول من الست عشان يقلع الضغوط المفروضه عليه ويكون نفسه ويطمن ويامن وينتن، ومحتاج يحس انك هتبقي مرايته في الوقت ده، وانه لما يخلص ويرجع تاني لممارسه حياته بشكل طبيعي مش هتذكري اي حاجه حكاها او اتكلم عنها باي شكل. 5، محتاج يحس انه مؤثر ومهم وفارق. انت كده كده ند حبيبتي، مش محتاجه بقى كل 5 دقايق تنطحيه وتديله راس براس عشان تثبتي انك ند، الا لو كان عندك شعور بالدونيه او واخده واحد مش شبهك. الذكي ما بيمشيش يقول انا ذكي، بس الناس كلها بتبقى عارفه انه ذكي، فاهماني؟ يحس ان ليه دور في حياتك وسندك ويشعر انك مطمنه بيه. الراجل استوي في تكوينه بيرغب في التقدير الطبيعي من كونه مهم في حياه الناس اللي حواليه، بيشعر بالثناء في كل مره بتكبري فيها وبتكبري له، وده مش هيقلل منك في اي شيء لانك بالفعل كبيره، ومش محتاجه الفاليديشن يجي من تقليلك من الراجل اللي في حياتك، انتوا بتكبروا سوا في عين بعض وعين ولادكم وعين كل اللي حواليكم. 6، يحس بالامان والسلام. مش بس الست هي اللي محتاجه تحس بالامان، الراجل كمان، مش عشان هو مصدر الامان ما يحسوش ويتحرم منه. امان الراجل في راحه باله واطمئنانه بان ظهره مسنود بيكي وعليكي، ان ايدك هتفضل في ايده في السراء والضراء، في ان يشوف نفسه في عينك يقدر يهدك بال، في انك تفهميه من غير ما يتكلم وتحسي بيه قبل ما يتكلم. الراجل محتاج بيته يكون هادي عشان يقدر يكون امن فيه، محتاج يحس انه اختار صح وانه دخل خلاط الدنيا عشان حياتكم حلوه مع بعض وتستاهل التعب والشقا. 7، يحس انه كسب ما خسرش. انا بشوف ان الست هي اللي بتقدر تخلي الراجل اللي معاها طول الوقت شغوف بيها وبالعلاقه اللي ما بينهم او لا، مش لوحدها وهتحتاج منه مساعده وتعاون، بس هي البايلوت في النقطه دي بالذات، والراجل هو الكو بايلوت. الراجل مش عايز يحس انه خسر حياته خلاص وانها هتتغير للابد لشيء مجهول بالنسبه له، عايز يفضل يهاف فن، ولازم تبقي جزء من ده عشان ما ترجعيش تعيطي لو اتركنتي. عايز شخص ناضج قصاده مش طفله قبل ما يخلف طفله، مش عايز واحده معتمده عليه عاطفيا فيبقى حاسس طول الوقت انه ماشي على قشر بيض، عايز واحده تشاركه ايا كان اللي بيبسطه ويخليه ينسى الاعباء وضغط منظومه المجتمع والجواز عليه. حسسيه دايما انه كسب ما خسرش وان حياتكم سوا احلى واكثر توازنا واستقرارا. حطوا المشاكل قدامكم مش بينكم، وخليه دايما حاسس ان عنده هنا حاجه يخاف عليها ويحميها لانه بيحبها ومرتاح فيها، مش مجرد بيت مش عايزينه يتهد وعيال مش عايزينهم يتشردوا. عايزين ننتقل من مرحله عايش معاها عشان العيال والاجهزه الكهربائيه اللي ما اقدرش اعيش من غيرها. مش قادره، مش
مش قادرة. ايه الضرر؟ ايه الضرر دي؟ ايه رأيك فيا وانا مع الرجل؟ لا 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 يا يويا، ايه ده؟ مين دي؟ عاجبك طب الكلام؟ قوي مقتنعة بيه؟ قوي مقتنعة بيه جدا جدا جدا. يعني حالة التناطح دي نقطة عجبتني قوي، اللي هو هتفضلي تنطحي راسك في راسه طول الوقت. انتوا الاثنين هتتعوروا طبعا. بالزبط. وانا بحس ان دي يعني مشكلة في الثقة من النفس من الست، لان الست لما تبقى واثقة في نفسها مش هتبقى محتاجة ان هي تعمل ده. بالظبط زي ما قلتي، ما حدش ذكي بيفضل ماشي يقول انا ذكي انا ذكي انا ذكي. بالظبط. هيجي لك عرسان كده كتير يا يويا. طب دي حاجة حلوة ولا وحشة؟ حلوة حلوة بقى حلوة. لا نازل من زمان والله، مفيش عرسان ولا حاجة والله. خير ما حصلش أي حاجة. ما عندكيش أي اعتراض على الكونتنت؟ لا. تخيلت إن أنت ممكن يبقى في بوينت كده مثلا عندك كونسيرن عليها؟ لا 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 بالعكس بالعكس خالص. رؤى رؤى نصايح فاليد فاليد جدا جدا، بس مين يسمع ومين يتجاوب ومين؟ خلي بالك الستات عارفة كل الكلام ده. طبعا اوعي تفتكري إن مفيش واحدة ست او بنوته كده عارف مش عارفه الكلام اللي انت قايلاه، بس شخصيتها بتخونها او الانفعالات عندها بتطلع في اوقات غير مناسبه وترجع تندم، وفي حاجه اسمها الكبر بقى. طب ما انا كنت عارفه كدا. انا كنت كده. تبقى عارفه هي غلطت في ايه. أي. ولكن الكبر اللي جواها ما تروحش تقول ام سوري انا بجد انا غلطت في اللي انا عملته ده. مرينا بالمرحله العمريه دي اللي هي في اوائل العشرينات، بيبقى الواحد عنيد وعنده اعتزاز بنفسه اوفر، مش 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 مجرد اعتزاز بنفسه يعني اللي هو كده، لا بيطلع اصلا بصوره غلط. فاعتقد ان ده يعني الكلام ده بيطلع بعد بقى تجارب ونضج بالظبط. يعني بيوصلوا له الستات، بس بيوصلوا له ساعات مش في الان تايم، يعني مش في الان تايم، واحيانا في الجوازه الثانيه. بالظبط كده. طيب عظيم، اول القصيده حسسيه بقيمته هو ناقص. طب ما هو الايجو لوحده في السماء يا يويا، يعني عايزه اقول لك ان في حاجات كتير ممكن تبقى عند الراجل ديفوهات وانت ما تعرضتلهاش في البوست ده. تخيلي كده لو الراجل اللي انت بتتكلمي عنه وعن معاملته بالطريقه الرائعه النموذج، خلينا نقول ان هي الطريقه النموذجيه، وبصيتي لقيتي واحد نرجسي، واحد أناني، واحد رامي كل اللي انت بتقوليه ده ورا ظهره، وهو اللي عايز كل الاتنشن، وتيجي انت عايزه شويه اتنشن ما تلاقيهوش. هل فكرتي في الفيديو بقى اللي هو مش كوني له رؤى بقى، انت كن لها ايه؟ مين بقى؟ بصي انا ايديال. انا كل لا مفيش، ما عندناش، ما تلاقيش في الصنف ده حد ايديال. لا بصي، هي الفكره انه انا هنا متناوله جزئيه، لكن انا عامله فيديوهات كتير جدا عن العلاقه الصحيه وعن يعني انا في صف الستات كده كده وبعمل لهم فيديوهات كتير، بس انا اخترت اعمل ده وانا هنا اقصد الرجل السوي. ما اقصدش بقى التايب ده من الرجاله، لان التايب ده من الرجاله لو انت اتشقلبتيني ووقفتي على رموش عينيكي وقلتي صوابعك العشره شمع مفيش فايده. لا مريض. لا ما هو النرجسي مريض. ايوه بس معاكي علاجه، تعرفي الكتالوج وتدخلي له منه. لا النرجسي ملوش كتالوج. لا ملوش كتالوج. اي كتالوج. لا لا النرجسي ده اضطراب محتاج ان هو يتعالج عند الدكتور، مش وظيفتك خالص. كوني له دكتورا. لا اي كان فيكس هيم وكده. لا لا دي نظريه اثبتت فشلها جدا. مفيش الكلام ده خالص. طيب الاحترام، انا عايزه بس ايه نقطه نقطه كده. الاحترام، الشعور بالاحترام ده متبادل، مش شرط ان هي تحترم وهو بس طبعا. يعني وهو ما يحترمهاش طبعا. يعني ما نقدرش نقول لواحده جوزها بيهزقها او بيوجه لها توبيخ طول الوقت او بيعلم عليها، عارفه الرجال اللي هي ايه، واحد صفر، عارفه كده دي. صح. ما نقدرش نفضل نقول لها احترميه احترميه احترميه. لا هو برضه هتجيلها لحظه. احترمي المحترم. احترمي الراجل المحترم اللي بيحترمك وبيقدرك. بصي انت قلتي جمله قبل ما نطلع الهوا ولا مش عارفه على الهوا، قلتي لازم يبقى الموضوع متبادل. لازم يبقى رايح جاي. بس الستات اوقات بتغفل عن بعض الجزئيات اللي انا متكلمه عنها دي. ده حقيقي. بس فبنفكرهم مش اكتر، لكن هم فلل فلل.